وزي اخوتتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين على بركه الله. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم اخوتي وخواتي اخواتي غنقدم لكم زيت المائده، كيفاش نسمو به ونعطيو حتى واحد يعني نسموه بشي حويجات زوينين. فما نبغيو نطيبو بيتزا او حوت او مريقه او طاجين او كسكسو او اي حاجه، يكون هذاك زيت المائده، زيت لوسيور او زيت نوار الشمس، اي نوع من الزيوت تاع المائده تكون من السماء على بركه الله. هذا هو الزيت ان شاء الله، ها هو زيت لوسيور. باش نسموه بشويه الزعتر وجوج ريوسات تاع الثومه وجوج ورقات تاع الرانت او ورقه سيدنا موسى. وهذه هي القريعه، انا عندي في قرعه اخرى ان شاء الله، ولكن انا غنوريكم دابا الطريقه كيفاش نسمو الزيت المائده، وبقى يعطي واحد المذاق رائع وزوين على بركة الله. كنشدو قرعة بحال هكا من طبيعة الحال مغسولة ونقية، وكنشدو القريعة ديالنا هادي تاع لوسيور، وكنخويو الزيت هنا، هاهو يعني كتجي رائعة. زيت المائدة كتجي رائعة وكتجي زوينة، نطيب بها أي حاجة، وفيها واحد النسمة ديال الزعتر، فيها واحد النسمة ديال التومة، ورق سيدنا موسى، ونطيبو بها أي حاجة زوينة على بركة الله. بسم الله، كنحطو الوريقة سيدنا موسى، هيا كنحطو تويمات هكاك ريوس هاهما بالقشور ديالهم، كنسمو بواحد شويه ديال الزعتر. الزعتر ها هو، ها هو هزيت الروميه اللي كتجي رائعة ومنسمة بالثومة ورق سيدنا موسى والزعتر، وطيبوا بها أي حاجة بغيتوها، كتعطي هذيك زيت المائدة واحد المذاق زوين ورائع. تقدروا تنسموا بها البيتزا، الحوت، شي طاجين زوين، أي حاجة كتعجبكم ديروها في البيوت ديالكم، كتديروا من هذا الزيت اللي فيه الزعتر والثومه ورق سيدنا موسى. الخلطه ديالي هي هذه، تنخلطها مزيان، هاي كلها كتخلط، هاي صافي، كيطلق فيها هذيك الثومه وشويه الزعتر ورقة سيدنا موسى، هاي كنخليه يطلق فيها هذاك الشيء كامل، وكنبقاو نطيبو بها. وان شاء الله هاد الطريقه تعجبكم وتبقاو ديروها، هما كيديروها في الزيت البلديه ولكن تدار حتى في الروميه ان شاء الله، كدار هاي تتبقى في الكوزينه طيبي بها اي حاجه، ما كتبقاش عاطيه واحد المذاق تاع زيت المائده يعني زيت لوسيور، كتبقى تعطي واحد الحويجات منسمه، كتجي رائعة وزوينة في البيتزا والحوت والمريقة، كتجي رائعة وزوينة. سي خواتاتي، باقي عندي المزيد، باقي ان شاء الله الزيت البلدية نشاركها معكم، يعني زي نسمها ان شاء الله ونشاركها مع خواتاتي.
وباقي ان شاء الله المزيد في المخللات. يعني في الفيديو السابق وريتكم الحامض كيفاش يترقد، راه كيجي رائع. وان شاء الله بقى نوريكم الفلفله كيفاش رقدها، وان شاء الله بقى الخضر يعني المخللات تاي ان شاء الله نشاركها معكم، ونشارك معكم بزاف الحوايج. اي حاجه كنديرها في البيت ان شاء الله نشاركها معكم. انا هاد الزيت بغيت ندير له بحال هكا، وقلت لماذا ما نشاركش مع خواتاتي يشوفوا الطريقه. هي الطريقه زوينه، يشوفوها حتى هما ويديروا بحال راها منسمه زوينه. زيت المائده نوت بغيت نديرها، قلت نشاركها مع خواتاتي. واي حاجه كنبغي نشاركها معكم خوتي خواتاتي، كنتمنىكم تفاعلوا معايا شويه، تفاعلوا مع القناه ديالي الصغيره، وتكتبوا لي شي كومونتير زوين، ودعموني بلايك. واي حاجه نشاركها مع خواتاتي، واي حاجه نبغيو نستافدوا فيها بعضياتنا ان شاء الله. احنا حلينا هاد القناه باش نفيدوا بعضياتنا ونستافدوا، نستافدوا منكم وتستافدوا منا، وحنا اخوات. ودعميني وندعمك، وباش القناة ان شاء الله تكبر، تكون واحد المشاركة. وان شاء الله الا كانت واحد المشاركة دغيا القناة عتكبر ان شاء الله. وحنا كنديرو المجهود ديالنا، واي حاجة كنديروها كنشاركها معكم. اي حاجة انا تكون ابسط حوايج نشاركهم معكم، ابسط حوايج نشاركو مع خواتاتي باش يستافدوا مني ونستافد منهم خوتي خواتاتي. وهذا هو الزيت اللي المائده اللي نسمتو بجوج ريوسات تاع الثومه وبشويه ديال الزعتر وورق الراند، يعني ورق سيدنا موسى. وديك زيت المائده ما تبقاش تعطى واحد المذاق تاع زيت لوسيور او اي زيت، عتبقى تعطي هاد النسمه. تقدروا طيبوا بها اي حاجه، وان شاء الله كنتمنىكم تجربوها، راه زوينه ورائعه ومن المجربات ديالي. وبغيت انا نديرها ثاني اليوم، سالت لي وبغيت نديرها وقلت نشاركها مع خواتاتي. وهذا هو خواتاتي الزيت اللي شاركت معكم. دعموني بلايك وفعلوا الجرس يوصلكم الجديد. مع السلامه وبالصحه والراحه. مع السلامه.